ولعب في تونس ايضا مع سي اس اس. الصفاقسي نفذت فرصه كبيره. الكناري 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 يحلق عاليا بمعقله بتيزي وزو ويصل الى الشباك. من في الهجوم يسري بوزوق على الجهه اليمنى، رضوان زروقي على الجهه اليسرى، وكذا نذير بن بؤلي قلب الهجوم. بينما الكره الاماميه لمصلحه شبيبه القبائل هي البدايه، فرصه خطيره. مواقي هو من سدد، مواقي هو من سجل، مواقي هو من اضاف الثاني لمصلحه شبيبه القبائل. هي بدايه قويه غير منتظره لدفاع الباك المنطلق بسرعه. هو موقف على كل شيء، راوغ وبانهاء مثالي مميز ورائع يضيف